اليوم كنحضر معكم وجيناكم دعوه كمنبع اعلام على اساس انه في اطار تواصل مع الاعلام باش نعلنوا اليوم في هذه الندوه على ثلاثه المحاور الاساسيه. المحور الاول هو اللي كيهمنا وذات الاولويه هو موضوع الموقوفين والموقوفات الذين لا زالوا يعني في مرهونين رهن الاعتقال لدى الوزاره بدون ايجاد حل لملفهم وطي هذا الملف بشكل نهائي. المطلب الثاني يعني الهدف من هذا الندوه كذلك تسليط الضوء على واحد مجموعه ديال المطالب اللي جا بها الحراك، ولكن مع الاسف لم تتحقق لحد الان، بل اكثر من ذلك حتى التي تم الاتفاق عليها سواء اتفاق 10 دو جنبير او 26 دو جنبير لحدود اليوم لم يتم تنفيذ ولو اتفاق واحد. والهدف الثالث كذلك باش نعلمكم على البرنامج، طبعاً الحال نخلي التفاصيل حتى نقدموا لكم يعني اثناء الندوه. البرنامج النضالي اللي سطرناه كتنسيق ميداني تعليمي واللي كيبدا من يوم يعني من البارح يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه والسبت، وسيختم بمسيره وقفه امام البرلمان ومسيره في اتجاه الوزاره مع اعتصام ابتداء من 12 يعني 12 ديال النهار غيتم بدايه الاعتصام ديال الموقوفين والموقوفات، وطبيعه الحال بدعمين من هيئات مكونه للتنسيق الثلاثي. بخصوص كما كتشوفوا ان النداء ولا البيان كان اسمه نداء الموقوف، وهذا دليل على ان هذا البرنامج النضالي غادي يتسطر من اجل اعاده الموقوفين بالدرجه الاولى. ومن طبيعه الحال راه كاينين المطالب اللي مازال ما تحقق منها والو، وعلى اساس وعلى راسها مطلب زياده في الاجور، اللي بالرغم من ان النساء ورجال التعليم فاش خرجوا نهار 5 اكتوبر ما كانش الهدف ديالهم الدرجه الاولى هو الزياده في الاجور بقدر ما كان الاساس ديالهم بتاطير من التنسيقيات المناضله طبعا هو الدفاع عن المدرسه العموميه والدفاع ضد الدفاع عن المدرسه العموميه ضد محاوله خصاصتها ومحاوله تفويتها للقطاع الخاص. وبالتالي الى حدود الان كنلاحظوا بان الحراك التعليمي راه مازال مستمر، لان كنساء ورجال التعليم مادام ان الموقوفين مازالين راها الا دار وزاره، الا وان الحراك التعليمي مازال مستمر. لذلك نحث النساء ورجال التعليم على يعني محاوله المشاركه المكثفه في هذا البرنامج النضالي اللي سطروا التنسيق الثلاثي واللي صاندوه بعض النقابات، بالرغم من انها نقابات ما عندهاش تمثيليه ولكنها ساندت الحراك منذ البدايه الى النهايه الى الان وما زالت مستمره في مسانده الحراك. نعم. كيف اثر التعليم في المغرب؟ ربما ان مساله التعليم في المغرب هي ما ترتبطش بوزير معين، لان كيمشي وزير وكيبقى وزير، ولكن الاشكال كاين في السياسه التعليميه، كان في الاراده السياسيه لاصلاح المنظومه التعليميه هي اللي غايبه عندنا في المغرب للاسف الشديد، لان كما جاء على لسان النقابيين للاسف الشديد انهم صرحوا شحال هذه بان السياسه التعليميه في البلاد مرهونه عند المؤسسات المانحه، وهذا شيء اللي يؤسف له صراحه حسن، ان ما يكونش عندنا القرار ديال السياسه في البلاد هذا راه يؤسف له صراحه حسن.